في اشتباه العامة عن عن مدرسة أهل البيت عندما نقول عصمة الأنبياء يفكرون عندما نقول عصمة الأنبياء نقصد عصمة ألوهية. لا نقصد من عصمة الأنبياء عصمة ألوهية. نعم هناك عصمتان، عصمة ألوهية وعصمة شنو؟ نبوية أو عصمة اصطفائية، وفرق بينهما. ما الفرق؟ عصمة ألوهية يعني ليس فيه نقص بتاتا، والكمال لا يأل بالفعل لا متناهي، وبذاته من ذاته بذاته لذاته. هذه العصمة لا أحد من الإمامية يقولها في النبي والأنبياء وأئمة أهل البيت بهالمعنى. لا، هذه خاصة لله عز وجل، عصمة ألوهية. عصمة الأنبياء يعني ليست لديهم هفوات معاصي ذنوب، وليس غيرهم من المخلوقات أكمل منهم، لكن هم بالقياس إلى الله في حالة استفاضة، في حالة تكامل. نعم. فإذا العصمة النبوية نمط، والولوية والاصطفائية، والعصمة الألوهية شيء آخر. شوف هاي حفظ المراتب، ما يلتفتون الطرف الآخر يفهم فهم خطأ عن ما هو في مدرسة أهل البيت، هذا خطأ. بل حتى الأنبياء والرسل والأوصياء كما نص عليه القرآن ليسوا في الاصطفاء، معنى مصطفى، ليسوا في مرتبة واحدة. تلك الرسل تلك، وفضلنا النبيين على بعضهم على بعض أيضا كذلك. حتى الملائكة منهم مقربين منهم غير مقربين، الله يصطفي من الملائكة رسلا، مو كل الملائكة، حتى الملائكة مع أنهم ملائكة. فإذا هذه المراتب شيء مهم. معنى المراتب، لاحظ حسين، إذا قلت بأن العصمة النبوية غير العصمة الألوهية، إذا النبي أعوذ بالله حسب كلام الطرف الآخر فيه ما في الأنبياء فيهم ما فيهم، لا عيني، مو هذا المعنى. صحيح إحنا نزلناهم عن العصمة الألوهية، لكن ماذا يعني؟ هم نازلين دون مخلوقين دون الخالق، لكن لا يعني أنهم كبأحد البشر هر بري، لا مو هكذا، لا إفراط ولا شنو ولا تفريط، ولا إفراط ولا إفراط ولا إفراط ولا تفريط ولا تفريط.